شوفوا لي هالكعكة بزيت عن جد يا جماعة الخير. أنا ما بحب جامل في المواضيع هي نهائيا، ودائما في شغلات بكل مدينة مخصوص فيها أو معروفة عندها. هاي الأكلة كعكة بزيت الزيتون أنا بنصحكم فيها وبشدة، يعني طعمة وهرشة ولا أروع من هيك. رح فرجيكم هرشتها، شوفوا لي إياها على الكاميرا شلون. بقول لك الزيت بيقسي، مو زيت الزيتون بيقسي، شوفوا لي هالفرطة هاي، يعني فعلا طعم خرافي بمعنى الكلمة. راح ندوقها لاني انا بحبها كثير لهي. سامعين صوت الهرشة مو هيك؟ خلي لي قلبكم جميع. ان شاء الله الفيديو نال اعجابكم، وهذا اللايك كثير اساسي. راح اعرفكم عليه اليوم بابسط طريقة، قربوا لعندي وشوفوا المقادير. في عندي هون نص كيلو طحين ما يقارب الاربع كاسات تماما من هالعيار هذا، وفي عندي هون كاسة ونص زيتون، زيت زيتون راح فضيه مباشرة. مقدار 225 جرام. هدول راح نحركهم بهالشكل هذا مع بعضهم بحيث ياخذوا الطحين الزيت، بعدين بنحط المواد الثانيه. تابعوني وانا عم بخلطهم. لاحظوا معي حبايب قلبي كيف صار القوام، كل ما دعكتوها أكثر تعطيكم نكهة أطيب، وبندعك كلياته مع بعضه والزيت بيشرب الطحين. بعد ما وصلت لهالمرحلة هاي بضيف معلقة دبس فليفلة بهالشكل هاد، وبضيف معلقة ملح، تمام. وفي عندي هون رشة كربونات، وفي عندي هون زعتر أخضر إذا كان موفر، أو إذا ما موفر بتحطوا أكليل الجبل. وبنرجع ندعك المواد مع بعضها. بس بدي اذكركم بشغله مهمه، نص كيلو طحين بالميزان بياخذ معكم 225 جرام تماما زيت زيتون، هذا هو العيار. صفى عندكم بالكاسه وبالميزان. وبعد ما اخذت القوام هذا ودعكت المواد مع بعضها، هلا بضيف اخر شيء المي. طبعا المي 3 ارباع الكاسه مثل ما لكم شايفين، 125 جرام تماما. بحركها على هذا، شايفين كيف عم بخلطها مشان ما طرش المطبخ وطرش الدنيا حوالي. وبعد ما اخذت القوام هذا بالمي راح اضيف فوق السمسم محمص، اي نوع سمسم بصير الموفر بين ايديكم، يعني لا تلتزموا بنوع سمسم محدد، بس مشان يعطيكم لذيه بقلب الكعكه. راح ادعكم كمان شوي صغيره وباشر شغل مباشره، يعني ما في داعي تريحوها هي ابدا. راح اخذ منه قطعه بهالشكل. انا بحب دائما اشتغل بالقشاط البلاستيك اللي هي هاي الميكا، لاني تعطيني قياسات كلها مثل بعضها. بعطيها هيك فالتقطيعه هاي تقسيطه خفيفه، وباشر تشكيل الكعكه. تشكيل الكعكه اكيد بتعرفوا شكلها كلياتكم بهالشكل، ونطبقها. ابسط من هيك على ما اعتقد ما ضل. راح اخلص الصينيه كلياتها وفرجيكم شلون بدي اخبزها بالفرن. وصلنا معكم لاخر قطعه بالصاج مثل ما كنتم ملاحظين، صار جاهز هيك. هلا بدي احطه بالفرن على حراره 150. يلا مع بعضنا. راح احطهم بالفرن مثل ما قلت لكم على حراره 150. هدول بدهم نحط كمان تحت الشيف، بتبقوا الخبيز كلياته اول شيء من تحت، بعدين بنرفع درجات. ننتبه على حرارة الفرن كتير، إذا كانت خفيفة الكعكة بتعظم، وإذا كانت قوية بتحترق، فلذلك كنت تنتبهوا على الموضوع كتير. لاحظتوا هلا قلبتها وحطيتها في الوسط، والصينية الصغيرة هي اللي طلعت معي كمان زيادة حطيتها بالأرضية، كمان راح أتركها لحتى تستوي على الآخر. شوفوا لي هالمنظر يا جماعة الخير يا عيني، هزوا وهي هي صارت جاهزة، راح فضيها بصحون وضيفكم إياها. شوفوا لي اياها على الكاميرا شلون. بقول لك الزيت بيقسي، مو زيت الزيتون بيقسي، شوفوا لي هالفرطه هاي، يعني فعلا طعم خرافي بمعنى الكلمه. راح ندوقها لاني انا بحبها كثير لهي. سامعين صوت الهرشه مو هيك؟ خلي لي قلبكم جميع. ان شاء الله الفيديو نال اعجابكم، وهذا اللايك كثير اساسي.